الأخبار من الرأي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. الشؤون تضبط جهة خارجية تجمع تبرعات في رمضان وأغلب المخالفات عادية. كويتيون وكويتيات بين حراس أمن، تعاقدت الصحة لتشغيلهم. الداخلية تضبط سيارة الموت الهوليوودية وقائدها. قرقاش يعلن سيطرة وشيكة على الحديدة، وروحاني يدعو للدبلوماسية. خاصة في منطقة الشرق، في بعض الأجزاء تغيير استعمال من السكني إلى استثماري. تظل المالك رغبة المالك، هل يبنيها ما يبنيها؟ وفي النشرة، مباني قديمة تأوي عزاب في مناطق سكنية. في جنيف التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كل من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون والأمين العام للاتحاد مارتن شو نوغونغ، وأجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بالاتحاد بما فيها تلك المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للاتحاد. الاستجوابات التي مر بها مجلس الأمة وتمت مناقشتها في جلسات كاملة كانت من أكثر أسباب تعطيل وتأخر إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ولم تقر. هذا ما قاله عضو مجلس الأمة عمر الطبطبائي في تصريح للرأي، حيث طلب بدوره بضرورة تعديل اللائحة الداخلية المتعلقة بهذا الأمر. جدول الأعمال مليء أمانة ولا زال مليء، وإلى الآن هناك مشاريع عالقة، منهم قانون الأخوة المعاقين، من الصحة النفسية، يعني في أمور كثيرة. ولكن أيضا السؤال، لماذا عالقة؟ يعني أنا أعطيك مثال، اليوم الاستجوابات تأخذ جلسة كاملة ثلاثة أو الأربعة. هني لما أقول لك اللائحة الداخلية يجب أن تتعدل، إحنا في تعديلاتنا شلنا يوم الاستجواب، لن يكون لا يوم الثلاثاء ولا الأربعاء، خلينا الخميس، يوم مختلف. لماذا أزاحم جدول الأعمال؟ يعني لو إحنا مرينا على ثلاثة وأربع استجوابات، خذوا من وقت المجلس، خذوا من وقت جدول الأعمال. لو نغير هذا الموضوع كان إحنا ماشيين جدول أعمالنا. لذلك نعم، هناك قوانين عالقة بإذن الله ترى النور دور العقاد القادم، وهناك أفضل يعني قوانين جاية أكثر في دور العقاد القادم، وسنعمل على تحقيقها بإذن الله. وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق عصام النهام أكد حرص المؤسسة الأمنية على القيام بمسؤولياتها الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة على هامش الجولة التفقدية التي قام بها النهام لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وقطاع شؤون الأمن الجنائي. ووفقا للبيان، فإن الجولة عاكست حرص المؤسسة الأمنية على ترسيخ معاني الأسرة الواحدة والتواصل والمشاركة بين القيادات والضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين. جهة خيرية خارجية تجمع تبرعات وشخص آخر يجمعها في حسابه الشخصي، حالتان ضمن مخالفات رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال مراقبتها أعمال التبرعات في شهر رمضان، وصنفتها ضمن المخالفات الجسيمة. أعلنت ذلك الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري
وقالت إن التقرير النهائي للوزارة بشأن مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي أظهر أن المخالفات التي تم رصدها تعد مخالفات عادية باستثناء عدد من المخالفات الجسيمة. وذكرت الهاجري إن الفرق التفتيشية رصدت قيام مبرة بالإعلان عن مشروع غير مرخص، وإعلان الجمعية التعاونية عن مسابقات رمضانية، وإعلان جمعية أهلية عن جمع التبرعات العينية. أعلنت وزارة الصحة عن التعاقد مع إحدى الشركات لتوفير 783 حارس أمن لحراسة المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية بمنطقتي الأحمد الصحية والصباح الطبية. وقال مدير الخدمات العامة بوزارة الصحة محسن الرشيدي إن الحراس بينهم 587 وافداً و159 كويتيا و8 نساء كويتيات، بالإضافة إلى 29 آخرين بوظائف مشرف أمن. وأشار إلى أن توفير حارسات أمن كويتيات يطبق لأول مرة في وزارة الصحة بهدف التعامل مع المواقع ذات الطبيعة الخاصة التي يتواجد فيها النساء فقط، لافتا إلى توزيعهن على مستشفيات ثلاث هي الولادة والصحة النفسية والعدن. وفي الشأن الصحي نبقى بهدف تقييم أداء وجود بنك الدم المركزي بغية تجديد الاعتراف الدولي به. يقوم فريق أمريكي من منظمة بنوك الدم الأمريكية بزيارة البلاد يومي 20 و21 من يونيو الجاري، حسب ما قالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان في بيان للوزارة. وأضافت القطان إن الوفد الأمريكي الذي يصل إلى البلاد بعد غد الأربعاء سيعمل على تقييم الأداء في مختبرات أمراض الدم والمناعة ومقارنتها بمختبرات المرجعية العالمية المعترف بها من المنظمة الأمريكية. لا تكاد البلاد تخلو من وجود بعض الأبنية القديمة وربما الغير صالحة للسكن، إلا أنها مستغلة في بعض الأحيان من قبل فئة العزاب في بعض المناطق السكنية الخاصة بالعائلات. الرأي سلط الضوء على هذه القضية ومصير تلك الأبنية في تقرير ابتسام رمال. الأبنية القديمة هذه تقف شاهدة على تراث الآباء والأجداد وعلى قصص كانت خلف الجدران، ولكنها تواجه مصير الإهمال والنسيان. توجد بعض المناطق التي مثلا تم تغيير استعمالها، وخاصة في منطقة شرق في بعض الأجزاء تغيير استعمالها من سكني إلى استثماري. فهذه الاستخدامات عندما تم تغيير استعمالها المستثمر أو صاحب الملك يعني كثيرين يعني لم يتخذوا قرار مباشر في استخدام هذه المنطقة لناطر ارتفاع الأسعار أو لناطر مشروع جديد هو يعمله متكامل أو ناطر قوانين تتغير بطريقة معينة يتخذ القرار مباشر، فتلقى المباني هذه مهجورة وغير مستخدمة. طبعا المباني اللي قاعد ترمم هذه مباني تراثية ولها قيمة تراثية تتبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، هم قاعد يرمون لأنها لها قيمة تراثية معروفة حتى في التنظيم صارت يعني مباني تراثية فقاعد ترمم. مباني الثانية هي منظمة، حتى مثل المبنى اللي تشوفون هذا كلها مباني منظمة يعني كلها سواء استثماري أو تجارة أو غيره، لكن تظل للمالك رغبة المالك هل يبنيها ما يبنيها، فتظل على حالها يعني، ولا في شيء ملزم انه يهدمها يعني، ما في بالبلدية شيء. قد ياخذ هو يقدر ياخذ الرخصة، لكن الرخصة ما هي ملزمة انه ينفذها، لها مدة وتنتهي، عرفتوا ولا لا؟ فهذا السبب اللي موجوده يعني راجع للمالك يعني البلديه. ممكن اذا صار في يعني مثلا لما اللي هي نزع اللي يعني مثل نزع الملكيه للمنفعه العامه هذه فيها اجبار، مثلا مشروع معين للدوله ممكن انه يعني يعطى مثل امر انه يعطي ثمن ويثمن وتاخذها الدوله يعني. ولكن اذا هي منظم والمناطق اغلبها اللي هني منظمه يعني قسيمه منظم ياخذ رخصه، ما في الزام يعني ما في شيء بالقانون يلزم انه يهدمه ويبنيها كبناء جديد او كذا. مباني مهجوره ومباني تم ترميمها من أجل الحفاظ عليها كصرح تاريخي، ومباني تم استغلالها من أجل سكن العزاب كهذا المبنى الذي فيه الكثير من التلوث البصري.
وعلى الرغم من التطور العمراني السريع في الكويت، إلا أنه تبقى هناك بعض الأبنية التي تشوه الوجه الحضاري للبلاد، كهذا المبنى المتآكل والذي فيه الكثير من التجاوزات. وأغلب اللي ساكنينها هي يعني مسكونة من قبل خلينا نقول العزاب، أغلبهم اللي يشتغلون بالأسواق الغريبة. فهذا كانت عدد البيوت أكثر طبعا، تم هدم أغلبها وظلت كم واحدة. الآن وجودها بالكيفية هذه طبعا هي تشويه للمنظر العام مقارنة بالتطور خلينا نقول، وأيضا النمو العمراني اللي في المنطقة المحيطة. ولكن بنفس اللحظة المالك الملاك هم المعنيين في بنائهم وهدمهم المبنى، ما في شيء يلزمهم في هدم هذه المناطق. بالإضافة إلى التشويه المعماري خلينا نقول قاعد أتكلم فيه، هناك قاعد أشوف مثل ما نشوف أنه يعني أكو قمامة مرمية، هي مسؤولية البلدية أيضا بالنظافة، يعني سواء النظافة اليومية أو في عقودهم وأيضا حتى بملاحظاتهم، فالبلدية معنية. وأيضا لو تشوفون المبنى بعض الجوانب فيها غير آمن إنشائيا في استخدام بعض المواد والترقيع في البناء، يعني معروفة لسكن أكبر عدد ممكن من العزاب في هذه المناطق. فلابد أيضا من 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 قيام البلدية بدورها الرئيسي في الرغابة والتشجيع وأيضا تحفيز، بالإضافة إلى التنظيم في البلد. وتبقى هناك بعض الأبنية التي يتم ترميمها كي تكون رمزا تراثيا للأجيال القادمة. من المباني التاريخية الموجودة الآن في الكويت طبعا عندنا المباني التي تحت إشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في منطقة الشرق، عندنا بيوت الغانم وعندنا قصر شيخ أزعل. هذه المباني يعني مهمة بأن يتم ترميمها والمحافظة عليها. هذا وأن عددا من الأبنية المهجورة لا تزال شاهدة على تجاوزات تجري في كواليسها وعلى إهمال المعنيين في هذا الخصوص. ابتسام رمال، الراي. على غرار عمل قائد شاحنة الموت في أحد أفلام هوليوود، وجد أحدهم متعته على طريق الإفحاحيل السريع بالاصطدام بسيارات في تصرف غريب وينم عن سلوك غير سوي، خصوصا وأن قائد المركبة يقودها بدون لوحات. ولكن في زمن انتشار التصوير قام أحد مستخدمي الطريق برصد تلك الممارسة الخطرة، وما هو إلا وقت قصير من انتشار مقطع الفيديو لهذا العمل حتى أعلنت وزارة الداخلية ضبط المركبة ثم ضبط قائدها والتحفظ عليه وعلى المركبة المستخدمة. في اليمن تتسارع التطورات العسكرية في مدينة الحديدة، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن السيطرة على الحديدة بالكامل مسألة وقت بالنسبة للتحالف الذي يتقدم بحذر لتجنب المدنيين. وقال قرقاش في مؤتمر صحفي إنه تم فتح طريق الحديدة صنعاء لخروج الميليشيات دون مقاومة، مقدرا إعلان فرنسا أنه ستساعد في نزع الألغام في الحديدة. وأوضح الوزير الإماراتي أن تحرير الحديدة مدخلا رئيسيا لتحرير صنعاء، مؤكدا أن ميناءها يعد شريانا رئيسيا لتمويل الحوثي بالأسلحة الثقيلة من إيران. وفيما أعلن قرقاش أن المبعوث الأممي يعمل على الفرصة الأخيرة للحوثي للانسحاب من الحديدة وصنعاء. دعا من جانبه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى حل الأزمة دبلوماسيا، وقال إن استعادة الاستقرار والأمن في اليمن ضروري للشرق الأوسط كله. ومن اليمن إلى فلسطين، حيث حذرت الرئاسة الفلسطينية من التعاطي مع أي إجراءات من شأنها الالتفاف على المشروع الوطني وتكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية وتنازل عن القدس ومقدساتها. من جهته صرح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قائلا إن القيادة الفلسطينية والشعب لن يعترف بأية شرعية لما تخطط له الإدارة الأمريكية وإسرائيل بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت عنوان المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بهدف تقويض المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن ترتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبته أوروبا في ملف الهجرة، واعتبر أن الشعب الألماني ينقلب على قادته في خضم الجدل حول الهجرة. وتشهد ألمانيا انقساما في الرأي حول هذا الملف، حيث هدد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بإغلاق الحدود أمام المهاجرين اعتبارا من يوليو في حال عدم التوصل المستشار لاتفاقات مع الشركاء الأوروبيين. في المقابل رفضت أنجيلا ميركل مهلة الأسبوعين التي حددها الوزير، وقالت إنها ستسعى للتوصل إلى اتفاق مع دول أوروبية خلال قمة للاتحاد الأوروبي آخر يونيو الجاري، ولكن لن يكون هناك أي إغلاق تلقائي للحدود أمام طالبي اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي. تراجع سلة خامات أوبك، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أعلنت منظمة البلدان المصادرة للنفط أوبك إن سعر سلة خاماتها تراجع يوم الجمعة الماضي بمقدار دولار واحد وسنتا واحد، ليصل إلى 72 دولار و79 سنتا للبرميل مقابل 73 دولار و80 سنتا يوم الخميس الماضي. وذكرت أوبك إن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر مايو الماضي بلغ 74 دولارا و11 سنتا للبرميل في مقابل 68 دولار و43 سنتا. أظهرت بيانات رسمية أن الفائض التجارية للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 12% خلال مايو الماضي على أساس سنوي، لتبلغ قيمة التراجع 42 مليار و300 ألف ين، وذلك بفعل انخفاض الصادرات الكويتية. من جانبها ذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير لها إن الصادرات الكويت إلى اليابان سجلت انخفاضا بنسبة 10% على أساس سنويا لتصل إلى 54 مليار و900 ألف ين، لتسجل بذلك أول تراجع خلال ثلاثة أشهر. بلجيكا تكتسح بنما، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد قليل. من جديد أهلا بكم. حقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا على منتخب كوريا الجنوبية بهدف وحيد ضمن منافسات المجموعة السادسة في خامس أيام مونديال روسيا. وحسمت تقنية الفيديو المباراة بعد أن استعان بها الحكم السلفادوري لاتخاذ قرار احتساب ركلة جزاء حاسمة للسويد. ونفذ قائد الفريق المدافع أندرياس جرانك فيست ركلة الجزاء بنجاح، واضعا السويد في المقدمة، ولتشارك المكسيك في صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تبقى كوريا الجنوبية وألمانيا من دون نقاط بعد الجولة الأولى. وفي اللقاء الثاني وبعد أن انتهى الشوط الأول سلبيا، انتفض المنتخب البلجيكي في الحصة الثانية من المباراة ليسجل ثلاثة أهداف متتالية في مرمى منتخب بنما كانت كفيلة بتصدرها منتخبات المجموعة السابعة في المونديال. تناوب على تسجيل أهداف بلجيكا كلا من ميرتينس ولوكاكو بهدفين لتحصد أول ثلاث نقاط لها في مشوار المونديال. وتستكمل منافسات المونديال بإقامة ثلاث مباريات، اثنتان منها في المجموعة الثامنة وواحدة في الأولى. ويلعب في اللقاء الأول منتخبي كولومبيا واليابان، بينما يجمع اللقاء الثاني منتخبي بولندا والسنغال، فيما يشهد اللقاء الثالث الظهور الثاني للمنتخب المصري أمام أصحاب الأرض والجمهور المنتخب الروسي.
ويسعى الفراعنة للفوز ولا سوى لتعويض خسارة الجولة الأولى أمام الأورغواي والإبقاء على أماله في التأهل للدور الثاني، فيما سيكون مصيره عند الخسارة أول المغادرين من المونديال. يدخل مونديال روسيا منعطفا آخر بدءا من يوم غد الثلاثاء، حيث تختتم آخر مباريات الجولة الأولى، وفي الوقت ذاته تنطلق أولى مباريات الجولة الثانية التي ستكون حاسمة لبعض الفرق، فإما تودع وإما تكمل المونديال. آخر أخبار المونديال في تقرير أحمد العنسي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتمكن من حضور مباراة المنتخبين الروسي والمصري بسبب تواجده في العاصمة البيلاروسية في مهمة رسمية. حذر ديغو مارادونا المدرب الحالي خورخي سامباولي أنه إذا واصل اللعب بهذه الطريقة فلن يتمكن من العودة إلى الأرجنتين. في زيارة هي الأولى من نوعها لفرد من القصر الإمبراطوري الياباني منذ أكثر من قرن، ستصل الأميرة تاكامادو إلى روسيا لمشاهدة مباراة منتخب بلادها اليابان في المونديال. وتعد هذه الزيارة الأولى لفرد من القصر الإمبراطوري الياباني إلى روسيا منذ عام 1916. على خلفية امتناع الحارس المصري محمد الشناوي والمغربي أمين حاريث عن الجائزة، حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم صورة زجاجة المشروب الكحولي من الفيديو القصير الذي يخصصه لأفضل لاعب في مباراة المونديال. بعد الهاتريك الذي سجله في مرمى الإسبان، استبدلت السلطات البرتغالية تمثال كريستيانو رونالدو الموجود في مطار جزيرة ماديرا، والذي كان قد أثار السخرية والجدل لعدم تطابق ملامحه مع وجه اللاعب الوسيم بآخر يشبهه هذه المرة. تصدرت صورة تسريحة نيمار الجديدة الصحف الرئيسية في البرازيل، التي سخرت من التسريحة الغريبة وتمنت أن تجلب الحظ للمنتخب البرازيلي في المونديال. أحمد العنزي، الرأي. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم، وقبل الختام نذكركم بمتابعة حالة الطقس، وبإمكانكم متابعتنا عبر موقع تويتر الرأي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي يوتيوب. في أمان الله. يسعد لي مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. الرياح الشمالية الغربية نشطت السرعة مستمرة معنا خلال الأيام الجاية، تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة خلال فترات الليل، ومن 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة خلال فترات النهار، تتسبب في إثارة الغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. بالنسبة لأجواءنا الليلة، أجواء حارة نسبيا واستمرار في الهواء الشمالي الغربي معتدل نشط السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مثير للغبار. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 34 درجة مئوية، أيضا في الجهرة 34 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي 31 درجة مئوية، وجنوب الكويت في الوفرة 33 درجة مئوية، في الشقاي والسالمي 28 درجة مئوية، وفي الجزر الكويتية 23 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الفساد. ننصح الحداقة بتأجيل أنشطتهم البحرية إلى أن تستقر الأجواء وتتحسن. أجواءنا البحرية أيضا باكر مشابهة لأجواءنا البحرية اليوم، ارتفاع الموج من 3 إلى 7 قدم، والتيارات المائية أيضا ضمن فترات الفساد. أجواءنا باكر بشكل عام راح تكون حارة، والهواء الشمالي الغربي أيضا مستمر معانا، تتراوح سرعة الرياح من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار. درجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت وجزر الكويتية وجنوب الكويت في الوفرة 44 درجة مئوية، في الجهرة 45 درجة مئوية، وفي شمال الكويت في العبدلي 46 درجة مئوية، في الشقاي والسالمي في غرب الكويت 34 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر ومواقيت الصلاة. بالنسبة للطقس المتوقع خلال الأربع أيام الجاية، الأجواء الحارة مستمرة معنا، وأجواءنا راح تكون مغبرة.
استمرار في الهواء الشمالي الغربي راح يكون الهواء تارس، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 44 و 46 درجة مئوية، والصغرى ما بين 33 و 35 درجة مئوية. مع نشاط الرياح والغبار من المتوقع أن تنخفض في الرؤية الأفقية، لذلك حطوا بالكم وأنتم تسوقون أو حاضرين من الشاليهات بالذات فترة الويكند. أعزائي المشاهدين شي تنتهي نشرتنا، خلكم معنا لمعرفة مزيد بالتفاصيل حول الجو، والحين أترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم المدن العالمية.